بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يكرمنا بالإخلاص آمين يا رب العالمين أحبابنا الكرام روى الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وقال هم قوم هذا وفي صحيح البخاري باب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم فهؤلاء الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى إمام جليل يقال له الإمام أبو الحسن الأشعري رضوان الله عليه والإمام أبو الحسن الأشعري من نسل وذرية الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري فأهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم من هذه الأمة المحمدية وهم الجمهور الغالب من هذه الأمة المحمدية هم الأشاعرة والماتوريدية يقال لهم الأشاعرة نسبة للإمام أبي الحسن الأشعري ويقال لهم الماتوريدية نسبة للإمام أبي منصور الماتوريدي رحمة الله تعالى عليه فهذان الإمامان قاما بنصرة عقيدة رسول الله وأصحابه وأهل بيته والسلف الصالح نعم ما أتيا بعقيدة جديدة بل نصرا عقيدة المصطفى عليه الصلاة والسلام وحررا الأدلة الشرعية والعقلية في نصرة هذه العقيدة المحمدية والجمهور الغالب من العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين واللغويين والنحويين هم من الأشاعرة والماتوريدية هذا الحافظ ابن عساكر مؤرخ بلاد الشام وحافظ عصره كان من الأشاعرة وهذا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي من أكابر الأشاعرة وهذا الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري وهذا الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين وأمثالهم كثر لا نستطيع أن نعد نجوم السماء فهي كثيرة والأشاعرة كثرة كثيرة والماتوريدية كذلك معهم لأنهم على عقيدة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الأشاعرة السلطان العادل العالم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى كان سلطانا وكان عالما وكان صالحا من الصالحين هذا السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه حفظ القرآن الكريم وكان يحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وكان يتردد إلى مجالس علماء الحديث ليسمع الحديث النبوي بالإسناد المتصل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا صلاح الدين الأيوبي بنى المدارس والمساجد هذا صلاح الدين
بنى قبة للإمام الشافعي أي بنى قبة على قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه. هذا صلاح الدين الأيوبي رحمات الله عليه أبطل الضريبة وأوقفها. هذا صلاح الدين الذي حرر بيت المقدس بعد أن كانت تحت يد الكفار 90 سنة فجزاه الله عنا خير الجزاء. هذا صلاح الدين نصر الدين فنصره الله رب العالمين. نعم، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله الله تعالى ينصركم. فيا أحبابنا الكرام، اسمعوا إلى ما كان يفعله صلاح الدين. صلاح الدين نصر الدين واهتم بعقيدة المسلمين، بنى مدرسة في القاهرة لتعليم العقيدة الإسلامية فقط، يعني من غير تعليم النحو والفقه والتفسير، مع أهمية ذلك، ولكن العقيدة أهم. هذا صلاح الدين الأيوبي جاءه أحد العلماء وقد ألف له كتابا في العقيدة فأهداه إلى السلطان صلاح الدين، فقرأه السلطان وأعجب به وأمر المشايخ بتعليمه للناس. هذا صلاح الدين قرأ في هذا الكتاب: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. أمر بتدريس هذا الكتاب للكبار والصغار، فعرف الكتاب بعد ذلك باسم العقيدة الصلاحية.